بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم مع موضوع جديد وخاص بالأسهم في البورصة. لنتعلم أنواع الأسهم ونتعرف عليها، نتعرف على مميزاتها، نتعرف كيفية الربح منها، نتعرف على ما هي الحقوق لك عندما تمتلك مجموعة من الأسهم في إحدى الشركات. نستثمر في هذه الأسهم كيف، وطريقة الاستثمار. كل هذه المعلومات وغيرها إن شاء الله معانا في الفيديو النهاردة. وتابعنا على قناتنا شرح بسيط، تابع فيديوهاتنا، اتفرج، شاهد، تعلم. ولو عجبك قناتنا ما تنساش لايك شير، وما تنساش الاشتراك، فعل زر الاشعارات حتى يصلك كل ما نقدمه على هذه القناة من موضوعات. ونبدأ بسم الله. كتير مننا بيسمع عن كلمة الاسهم في البورصة، الاسهم طلعت، الاسهم نزلت. فما هي الأسهم؟ الأسهم دي عبارة عن حصص أو حصة في شركة أنت بتمتلكها، سواء كنت فرد أو جماعة أو حتى مؤسسة أو شركة أو غيرها. يعني أنت الشركة دي بتطرح أسهم، اللي عايز يشتري جزء من الشركة، السهم بمبلغ من المال، أنت بتروح تشتري هذا السهم 2 3 10 100 ألف سهم حسب مقدرتك المالية، وبتصبح أنت مالك لجزء بسيط من هذه الشركة. عندما يرتفع السهم فأنت بالتأكيد بتربح، عندما ينخفض السهم للشركة أنت بتخسر. ولكن هناك تجارة أو للأسهم في البورصة، اللي هي تجارة الأسهم، اللي هي البيع والشراء، وده بيسموها تداول الأسهم في البورصة. ودي لها طبعا ناس متخصصة ممكن تتعلم انت ازاي تبيع وتشتري في الاسهم. وعلى هذه القناة شرحنا كتير جدا ازاي تشتري الاسهم وازاي تبيعها، ازاي تختار السهم. كل الكلام ده هتلاقيه موجود عندنا في هذه القناة. نبدأ الاول بانواع الاسهم. تقسم الاسهم الى انواع قابلة للتداول في اسواق الاوراق المالية، منها الاسهم العادي. السهم العادي هي الاسهم الاكثر اصدارا وتداول في الناس وفي السوق المالية، ملكية خاصة وأرباحها المالية بتأتي للمستثمر مباشرة. هذه الأسهم العادية منها أنك بتشتري سهم وتبيعه تضارب، اسمها مضاربة، يعني بتشتري السهم في السعر الرخيص وتبيعه في السعر الغالي، وده بيسمى المضاربة. في استثمار على المدى المتوسط، أن أنت شركة لسه ناشئة طرح أسهم، فبتروح تشتري السهم وبتستنى الشركة، ممكن السهم ده يرتفع ثم تبيعه. وفي تداول او في استثمار بقى في الاسهم على المدى الطويل، وانك بتشتري اسهم وبتسيبها مع الايام والسنين بيزداد سعر السهم لهذه الشركة وبتكبر، فانت بالتالي بتحقق ارباح من هذه الاسهم. الاسهم الممتازة، الاسهم الممتازة دي اسهم تشكل نسبة من ملكية الشركة، لكنها لا تمنح الحق في التصويت للمساهمين، وتعتبر الأسهم الممتازة ذات أرباح مضمونة وثابتة، بعكس الأسهم العادية ذات الأرباح المتغيرة. وعند تصفية الشركة يحصل المساهم في السهم الممتاز على حصته قبل المساهمين الآخرين، وينظر بعض المستثمرين إلى هذه الأسهم بصفتها دين مترتب على رأس المال. تتميز عن الأسهم العادية بأنها تتوزع على مجموعة من الأنواع. طبعا الاسهم الممتازه دي، الاسهم دي اللي هي بتبقى اسهم الناس المؤسسين للشركه، يعني جاء مجموعه مستثمرين قالوا احنا هنعمل شركه، فاتفقوا ان كل واحد مثلا هيدخل ب 1000 سهم او 2000 سهم، فدي الاسهم دي هي اسهم الناس المؤسسه في الشركه، ودي بتسمى الاسهم الممتازه. دي الاسهم الممتازه. اصدار الاسهم، بيعد اصدار الاسهم من الوظائف الخاصه في الشركه، ان الشركة ممكن بتبدأ ثم بتحب تزود رأس المال بتاعها، فبتبدأ تطرح اسهم للناس تشتري علشان تزود او تجمع رأس المال بتاعتها. فالاسهم بتزيد السيولة المالية الخاصة في الشركة من اجل مواجهة الازمات او المخاسر. يعني الشركة اما عايزة توسع في نشاطها فبتصدر اسهم، الشركة واجهت ازمة مالية او خسارة فعايزة تعوض الكلام ده وتستمر في السوق، فبتضطر ان هي تطرح اسهم للناس يشتروها علشان تحصل على جزء من المال لتعويض هذه المخاسر وهذه الازمات المالية.
ايضا بتمول مشروعات جديده، هي عايزه داخله في مشروعات جديده وعايزه راس مال ما عندهاش، فبتعمل ايه عشان تزود تحصل على راس المال ده؟ بتقوم تطرح عدد من الاسهم بتسمح للناس ان هم يمتلكوا جزء بسيط من امتلاكهم للاسهم في هذه الشركه. طيب ايه حقوق اصحاب الاسهم؟ بيتمتع اصحاب الاسهم اي المساهمين في الشركه بمجموعه من الحقوق وفقا للقانون، منها الحصول على نصيب من قيمه تصفيه الشركه لما الشركه بتصفى خالص بتتحل، بياخد نصيب منها، المشاركه في اداره الشركه والاجتماعات العامه والاستثنائيه للمساهمين، لك الحق في انك تشارك في الاجتماعات، الحق في المشاركه بانتخابات مجلس الاداره من خلال الترشيح او التصويت، وايضا الحصول على نصيب من الارباح الموزعه خلال السنه. الشركه كسبت حابه توزع ارباح، فتوزع الارباح طبقا على عدد الاسهم الموجوده في الشركه، فانت لك اسهم من حقك انك تحصل على ارباح لهذه الاسهم اللي انت بتمتلكها طبقا لعدد الاسهم المملوكه ليك. ايضا الاسهم منها اسهم عاديه، هي مميزات خاصه في هذا النوع من الاسهم، المميزات العاديه، وبتتقسم لاثنين، المطالبه المتبقيه، والمطالبه المتبقيه هي حصول المساهمين في الاسهم العاديه على حقوقهم في دخل واصول الشركه في نهايه عمليه تصفيتها. يعني لما الشركه بتتصفى لك حق في انك بتاخد نصيبك من الشركه طبقا لعدد الاسهم. طيب الفروق بين الاسهم، توجد العديد من الفروق بين انواع الاسهم، منها الاسهم العاديه دي ملكيه الشركه، ملكيه لك حق في ملكيه الشركه، الاسهم الممتازه المشاركه في الملكيه، ده اللي قلنا المؤسسين، ايضا العوائد في بالنسبه للاسهم العاديه قيمتها غير ثابته، اما الاسهم الممتازه اللي هي اسهم الناس المؤسسه الشركه فدي قيمه العوائد بتاعتهم ثابته. قيمه الاستحقاق انك تستحق ايه او ما تستحقش ايه طبعا لعدد الاسهم، بالنسبه لو انت شاري او تمتلك اسهم عاديه ففيه بقى زياده، فيه نقصان، فيه ربح، فيه خساره. اما الاسهم الممتازه فقيمه الاستحقاق ثابته، يعني الشركه صفت هو بياخد نصيبه الاول وبعدين الباقي بيوزع على الاسهم العاديه، يبقى اصحاب الاسهم الممتازه بياخدوا نصيبهم الاول واللي باقي بيتوزع على باقي الاسهم العاديه اللي هي الناس اشترته. ده كانت فكره بسيطه جدا عن الاسهم. لو عجبك الفيديو وحبيت تعرف ازاي تشتري اسهم في البورصه، ازاي تتداول في البورصه، كل الكلام ده اكتبه في التعليقات وانا ابدا اشرح لك كيف تختار الاسهم وازاي تدخل البورصه وازاي تتعلم تشتري الاسهم، ازاي تختار السهم وازاي تراقب السهم وتعرف اقصى ارتفاع له واقصى انخفاض لهذا السهم، كل ده وغيرها ممكن نشرحه في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. في النهايه بتمنى للجميع التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.